فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في بيان كفر من ترك الصلاة، حكيتم إجماع الصحابة على ذلك. بلا شك حاكينه العلماء، ما هو بنا. نعم. فهل إجماع الصحابة على كفر من ترك الصلاة بمعنى على أنه كافر كفرا أكبر؟ ما في شك. وهل بعد إجماع الصحابة إجماع؟ أجمع في الصحابة فلا مجال لأحد. نعم.